ثم تعال معي، إنما اشتهر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما هو إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا لما تكلمنا عن موقف الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يكرمونهم. أبو بكر كان يقول لأن أصل من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أصل من قرابتي، وكان يقول ارقبوا محمدا في آل بيته. عمر بن الخطاب كان يكرم عليا، وكان علي يعني وزيرا عند عمر وقاضيا عند عمر. أنا أريد أن أقول نقطة، أنا أخشى حقيقة، يعني أخشى أن أفهم خطأ، ولذلك أحتاج إلى أن أقدم بمقدمة حتى لا أفهم خطأ. طيب قدم شيخا. قد أقدم لا بأس. الآن يعني لو جاءنا رجل من الخوارج من النواصب الذين يبغضون علي رضي الله عنه وأرضاه وقلب الطاولة، الآن أنا أقول لك الآن هم ماذا يقولون؟ يقول علي هو الذي يعني عمر كسر الباب، ضرب فاطمة بالباب، دخلت المسامير في صدرها، كسر ضلعها، وجأها في جنبها، أسقط جنينها، كل هذه الأمور التي يقولونها. الآن لو قلبت الطاولة كيف؟ ثبت في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل فغضبت فاطمة رضي الله عنه وذهبت تشتكي عند أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وقالت له يا رسول الله إن الناس يقولون إنك لا تغضب لبناتك وإن ابن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل. فجمع الناس النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن آل عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل قد استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم لعلي، أما إني لا آذن، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها إلا إن أراد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. واضح الموضوع؟ طيب طبعا علي امتنع بعد ذلك. أنا أقول لو قلبت الطاولة نقول إن عليا بعد هذا الموقف من فاطمة تضايق. هذا كذب ما حدث، لكن أنا أفترض تضايق، فذهب إلى عمر وقال له يا عمر أردت أن أتزوج ومنعتني فاطمة، ترى ما الحل؟ أريدك أن تتخلص من فاطمة حتى أتمكن من الزواج. فقال له عمر سهلة، نذهب أنا أضربها، والشرط أنت ما تتكلم ما تتدخل، كل هذا فرض فرض ما تتدخل. فجاء عمر وضرب فاطمة وكسر ضلعها وعلي يشاهد، وهذا بالاتفاق أن عليا كان يشاهد ولم يحرك ساكنا بالاتفاق. طيب وعلي يشاهد، فكسر ضلع فاطمة أمام عينيه فلم يتكلم، واحتج بماذا؟ أمرني رسول الله بالسكوت. بعد أن كسر ضلعها ماتت فاطمة رضي الله عنها، لأن توفيت بعد النبي بأربعة أو ستة أشهر توفيت فاطمة. جاء علي إلى عمر قال أحسنت قتلتها، الآن أستطيع أن أتزوج. هو قاتلها إيه، هم يقولون عمر وعلي هنا ولي مشارك الدم. ولي الدم لا مشارك أولياء الدم أبناؤها. طيب فالمهم هنا شاركه في قتلها. عندها تزوج علي، استطاع أن يتزوج، وأكرم عمر عوضه عن هذا الفعل بأن زوجه أم كلثوم بنت فاطمة، ولا يخشى أن يقتلها هي الأخرى كي يتزوج. لا بالعكس زوجه مكافأة. فقام علي وزوج عمر أم كلثوم بنت فاطمة. فتزوجها عمر، قام عمر وأكرم عليا فجعله قاضيا عنده، فقام علي وأكرم عمر وسمى أولاده بعمر الأكبر وعمر الأصغر. قام عمر أكرم عليا بأن جعله في الشورى. أرأيت هذه أيضا علي بابا والأربعين هذا عدا الثناء الذي يثني به علي على عمر سواء في كتب السنة أو كتب الشيعة، والثناء الذي يثني به عمر على علي. فهل يقبلون هذا أن فاطمة قتلت باتفاق بين علي وعمر؟ قضية الكذب سهل، كل يستطيع أن يكذب، لكن أين الذي يريد الحق؟ أنت الآن القصة التي ذكرتها بارك الله فيك، لما قلت دخل عليه عمر فقالت يا أبتاه يا رسول الله، أين يا الله؟ ألا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ تلجأ إلى رسول الله وتترك الله؟ أما تزعم عمر
يعني هم يقول ما اهتز عمر من قولك. طيب يا رسول الله حتى ثانيا نعم. أستاذي الفاضل يعني هم يقولون إن في البيت في هذا الوقت علي والزبير وبنو هاشم ويقبلون هذا، كلهم كانوا في البيت ولم يحرك أحد منهم ساكنا، ما حركوا ساكنا. نعم شيخنا، أليس فيهم رجل رشيد؟ يعني أليس فيهم رجل يغار؟ نعم، ما يرد هذا الأمر؟ والله الذي لا إله إلا هو، إني سألت الكثيرين وآخرون ممن أعرفهم سألوا الكثيرين. نعم. لو كنت مكان علي، لكن لا يأتون بهذه الطريقة، ولكن يأتونهم بطريقة أخرى، وكذلك نعم. أنا نعم. نأتيهم بطريقة ماذا؟ أقول لو جئت أنا وضربت زوجتك بكف يدي على وجهها، ماذا أنت صانع؟ أقتلك. تحمر عيناه. نعم. مع أنه ما وقع شيء. نعم. مجرد احتمال. نعم. طيب تحمر عيناه ويقول أقتلك. نعم. وأضربك وأفعل وأفعل. قلت ما شاء الله أنت أشجع من علي. نعم. أما علم أن من مات دون عرضه فهو شهيد؟ هذا حديث عندهم، من مات دون عياله فهو شهيد. نعم. هذا في تهذيب الأحكام، من مات دون عياله فهو شهيد. لماذا لا يموت علي دون عياله؟ لماذا لم يصنع شيئا رضي الله عنه وأرضاه؟ هل يقبل مثل هذا من مثل علي رضي الله عنه؟ أين بنو هاشم؟ ثم تعال فتح الباب، يعني علي موجود والزبير موجود وبنو هاشم موجودون كلهم في البيت، ويأتي عمر يهدد بإحراق الباب، افتحوا الباب وإلا أحرقته. من يفتح الباب؟ فاطمة. أين الرجال؟ أنا قرأت في رواية أن الزبير هو الذي فتح الباب. لا لا غير صحيح، اللي نعم. عندهم هو كلها غير صحيح. لكن الذي عندهم فتحت الباب فاطمة، ذاك ضربها نعم. بالباب. نعم. ضرب فاطمة بالباب على المشهور عندهم، فيضربها بالباب. ثم بعد ذلك الخادمة موجودة، لا ترسل الخادمة، ولا يذهب علي ولا الزبير ولا أحد من بني هاشم، لا كبيرهم ولا صغيرهم، تذهب فاطمة لتفتح الباب، وهي تدري أنهم يريدون حرق الباب، يريدون كسر الباب. نعم. وتذهب فاطمة لتفتح الباب. ثم أستاذي بعد هذا كله ماذا يكون؟ بعد هذا كله يقولون كسر ضلعها. طيب نعم. أسقط جنينها. ما اسمه؟ محسن. نعم. يقول محسن. قتل محسن. نعم. الحديث المشهور عندنا وعندهم في الصحيحين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فاطمة فسارها فبكت. نعم. ثم سارها فضحكت. نعم. حدثها سرا. يعني حدثها سرا. نعم. فسارها فبكت ثم سارها فضحكت. فسألتها عائشة قالت ماذا قال لك؟ تقول قال لي إني إنه سيموت فبكيت. ثم أخبرني أني سيدة شاب أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت. وفي رواية أن النبي قال لها إنك أول أهلي لحوقا بي. نعم. إنك أول أهلي لحوقا بي. نعم. طيب إذا كان في بطنها محسن وقتله عمر، إذا من أول أهله لحوقا به؟ محسن. محسن. نعم. وليس فاطمة. هو من أهل النبي طبعا، ابن. نعم. ابنته. نعم. إذا كان محسنا. نعم. إذا كان محسن ليس من أهل النبي، إذا الحسن والحسين ليس من أهل. نعم. هو في مكانهما، مكان الحسن والحسين. نعم. طيب إن صح هذا. نعم. فإذا يخالف، إذا عندنا حديثان متخالفان. نعم. حديث يقول أول أهلي لحوقا بي، وهذا في الصحيحين. نعم. ثابت هذا المشهور. نعم. وهناك الحديث الآخر وهو أنه قتل محسن وليس له إسناد ولا رواية صحيحة. أيهما نقبل؟ نقبل ما عندنا في الصحيحين. نعم. وعليهم أن يقبلوه، لأنهم يقبلون من صحيح البخاري ما سنسوقه بعد قليل. نعم. نعم. أستاذي الآن يقولون ماذا؟ كسر ضلعها رضي الله عنها، ثم بعد ذلك يقولون خرجت إلى أبي بكر تطالب بفدك. نعم. وخرجت مع علي تطالب له بالبيعة. امرأة يسقط جنينها، الله أعلم بأي شهر كانت. نعم. طيب ويكسر ضلعها، يوجأ وتدخل المسامير في صدرها ويوجأ بطنها بسيف. طيب. نعم. جنبها بعد ذلك تخرج ما فيها شيء. إذا كسر ضلع الإنسان ما يستطيع أن يتحرك من الفراش، وهي قد ماتت بعد هذه الحادثة بأربعة أو ستة أشهر. نعم. وهم أسموه محسنة. أسموه محسنة. نعم. كان قد اكتمل وعلموا. نعم. وعلموا أنه ذكر، معناها نفساء. نعم. وعلموا أنه ذكر. نعم. نفساء، مكسور ضلعها. طيب دخلت المسامير في صدرها. إذن يعني أنا أستنبط شيخنا، إذن هذا الجنين في شهور تخلق فيها. نعم. وأصبح كاملا. نعم. حتى أنهم أطلقوا عليه الاسم لا شك. نعم. وإذاك أنا أسأل سؤالا الآن،
أين علي؟ لماذا سكت علي؟ طبعا كما قرأت الآن بورك فيك لما قلت إن الرسول أمره أن يسكت. نعم، بما أمره؟ أمره أن يسكت. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن، لنفترض نعم، إذا كان النبي أمره أن يسكت وبنت النبي تضرب أمامه، يكسر ضلعها، يقتل جنينها، يوجأ جنبها، طيب تدخل المسامير في صدرها، وعلي ساكت يقول أمرني رسول الله. أمرني رسول الله، لولا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم مني العجب. ثم بعد ذلك ماذا يخرج علي؟ يقاتل معاوية، يقاتل أول شيء طلحة والزبير في الجمل، يقاتل معاوية في صفين، يقاتل الخوارج في النهروان. أين أمرني رسول الله بالسكوت؟ لماذا لم يسكت هنا؟ نعم، لماذا سكت هنا ولم يسكت هنا؟ شيخنا أنا يعني لابد أن نبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. طبعًا. يعني أنا لا أتخيل على الإطلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عليا رضي الله عنه أن يسكت عن إساءة في عرض النبي وفي عرض علي. الله أكبر، صدقته. لا يمكن. صدقته وبالحق نطقت، فعلا لا يمكن هذا. ثم إذا فرضنا، نعم، أن النبي أمر عليا أن يسكت، طيب اسكتوا أنتم، ألستم تقلدون عليا؟ نعم. ألستم تتبعون عليا؟ من باب أولى. لا تكونوا ملوكا أكثر من الملك. نعم. طيب علي سكت، اسكتوا أنتم كما سكت علي رضي الله عنه وأرضاه. لذلك هذا الكلام يعني غير مقبول أبدا أن يقع مثل هذا الأمر. أستاذي الفاضل، الله تبارك وتعالى لما يأتي يتكلم عن أناس، لما يقول الله تبارك وتعالى عنهم زين إنهم يعني أشد على المؤمنين على الكفار رحماء بينهم، لما الله تبارك وتعالى يقول ينصرون الله ورسوله، هل يكونون بهذا السوء؟ هل يكونون بهذه الأخلاق؟ هل يصاهر النبي عمر وهو بهذه الأخلاق ثم بعد ذلك يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله ويكون بهذه الأخلاق؟ إنه طعن في النبي عليه صلى الله عليه وسلم. إن الرواية هي يعني حسب ما أرى أنها رواية أسطورة، أساطير. نعم والله أساطير، قصة إسفنديار وكليلة ودمنة وألف ليلة وليلة، وقس على ذلك ما شئت. واحد أتباعي على هذه المسألة قتل واحد أتباعي على موضوع إنكار كسر ضلع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم. كما يدعون أن سيدنا عمر رضي الله عنه قد فعل ذلك، والحقيقة سيدنا عمر نعم كسر ضلعا، هذا صحيح. نعم. ولكن كسر ضلع يزدجرد فارس، كسر ضلع فارس. نعم. ما كسر ضلع يعني، فهو نعم كسر ضلعا ولكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك.